أصدقائي اللي وحشونا جدا، برحب بكم في البرد القاتل والصقيع القاسي ده، ويا رب تكونوا دايما بخير. وريت الجديد بقى عرفنا بنفسه عشان رحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة اشترك عشان إشعاراتنا على طول أول ما ننزل حلقة توصل له. تعالوا بينا نبتدي، ونصيحة لكل بنت لازم تخلي بالك من كمية الرسائل اللي جات لي في الفترة الأخيرة على الخاص على الفيسبوك أو الانستجرام. قررت اعمل الحلقه دي عشان محدش يقول لي انا ببعت لك وانت بتطنشنا. عرفت انتوا عايزين تستفسروا عفوا عن ايه، وعملنا حلقه عامه هو تستفيد منها الجميع. في حركه خبيثه بيعملها الشاب الخبيث، تمام كده، حركه خبيثه بيعملها الشاب الخبيث ليقوم باستغلال البنت او الفتاه او الانثى بعد كده. طيب من البدايه، اول ما يتعرف على البنت او اول ما يحس ان هي بدأت ان هي تميل ليه، ممكن في نص الكلام كده يبدأ يسألها. يعني دي احد الطرق، انت كنت مرتبطة قبل كده؟ وغالبا 99.9 من البنات ارتبطت مرة واثنين وثلاثة قبل الارتباط الرسمي يعني، ودي السوشيال ميديا خلت الموضوع ده سهل جدا. فتقوم البنت وعادي جدا ومفيش حاجة، ارتبطت قبل كده مفيش مشكلة، وان كنت انا يعني انا وضحت قبل كده وقلت لو اللي انت مرتبطة بيه سألك كنت مرتبطة قبل كده ومش عايزة تكذبي، يعني هو الافضل ما تقوليش تفاصيل العلاقة قوي، وكنت بحبه وكان بيحبني وهو مين وعرفنا بعض ازاي وارتبطنا كام سنة، كل الكلام ده ملوش لازمة، يعني للافضل انك انت ما تبوحيش بيه. فتقوم البنت تقول له اه كنت مرتبطة إيه ما حصلش نصيب، يقوم هو بسلامة نية اللي هي مرتبطة بيه يسألها كنتوا بتخرجوا يعني؟ اه والله. هي ترد بقى كنا بنتقابل. طيب يعني كان بيكلمك بقى بعد نص الليل، واكيد هو ده الكلام الحلو، وساعات كده بتتمادوا في الكلام إيه، تقول له والله احيانا واحيانا كنت بصده مش عارف ايه، اه وكان في مقابلات وخروجات ومسك ايدك ويعديك. في شباب ليها طرق كده تسحب البنت، حتى البنت لو واخدة قرار ان هي مش هتقول كلام زي ده بطريقته كده، وخلينا بقى واضحين ونحكي على كل اللي حصل ونكون صراح مع بعض، وانا مش هحاسبك خلي بالك غير من بداية معرفتي بيكي، فتنخدع الانثى بكل الاشياء دي. رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة تدوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا وتشيروا على قد ما تقدروا، رجاء نساهم في الخير ده وناخد الثواب الكبير ده. في اصدقائنا كتير انت ممكن تكوني كأنثى فاهمة وعارفة الكلام ده، في غيرك آلاف مؤلفة من الإناث ما تفهمش كده وبينضحك عليهم بالشكل ده. امال البنات اللي بينضحك عليها واحنا بنسمع ده كل يوم بيبقى بناء على ايه؟ ساعدونا ان احنا نقدر نحارب الظواهر المريضة دي. طيب خلاص، هو كده عرف إيه ان انتي كان ليكي علاقة قبل كده، كان ليكي تجربة قبل كده. طبعا انا بتكلم عن الشاب اللي هو الخبيث، وفي نهاية الحلقة انا هقول حاجة مهمة قوي، ازاي تعرفي الشخص ده خبيث بجد ولا انت ظالمة. رجاء نسمعوا الحلقة الاخيرة، او لو انت مستعجلة قوي اوصلي للاخر في معلومة مهمة قوي في نهاية الحلقة. يبدأ ان هو يطلب منك بقى، طيب انا نفسي اشوفك ونقعد مع بعض لوحدنا كده نتقابل. ايوه انت حبيبتي انا ليا حق عليكي، هو انا ازاي بحبك وما قعدتش معاكي ولا بشوف الكلام؟ ما هو الدقه على الودان امر من السحر خلي بالك. لا انا عايز اشوفك، لا لازم نتقابل، لا انا لازم امسك ايدك، لا لازم اخدك في حضني، لا انا لازم مش عارف ده. او يحاول ان هو يتجرأ معاكي في الكلام، واذا انت رفضت ممكن يقولك ما انت ارتبطت قبل كده وقلتي لي ان انت عملت قبل كده، اه بس كانت تجربة وانا قلت مش هعمل تاني. لا يبقى انت كنت بتحبيه وما بتحبنيش، وكنت واثقة فيه وما انتش واثقة فيا، فاهمين؟ او حتى لو انت ما قلتلوش ان انا كنت مرتبطة قبل كده، ممكن يقولك انت عاملة مسافات بينا، انت مش واثقة فيا، انت لو بتحبيني كان هيبقى عندك نفس الاحساس والشعور ده فاهمة؟ لازم نتقابل، لازم نقعد، لازم نخرج، لازم نعمل، لازم. طب انت بقى رفضتي، الحركة الخبيثة التانية، يغيب عنك، زعلان، يبتعد عنك فترة، يومين، 3 أسبوع، أكتر أو أقل على حسب فهمه لدماغك انت.
انت يعني بتندلقي بسرعه وبتزعلي وبتتوتري وحبيبي وما تغيبش عني، ولا انت تقيله والشاب الشاطر قوي فالحين قوي. هما الشباب في حاجه زي كده بيقيس قوي هو المسافه ويستنتج المده في النهايه. يغيب عنك فتره فانت تتجنني في الفتره دي، خلي بالك. يا ريتني وافقت، ايه يعني؟ طب ما كل اصحابي بيخرجوا وكل البنات بيخرجوا وكلهم بيتقابلوا وكلهم بي ايه المشكلة؟ أنا هضيعه مني، طيب ليه؟ وتبدأ بقى خيالك يهيأ لك إن مفيش لا قبله ولا بعده، فتبدأ تكلميه، متزعلش، أعمل لك اللي أنت عايزه، طب نتكلم، طيب إن إحنا نتفاهم. الغياب حركة خبيثة في الوقت ده، هو قدر إن هو يضغط عليك من خلالها. انت في الفترة دي بقى في علم النفس يقول لك زي اللي واخد بنج كده، انت متخدرة في الوقت ده، المشاعر تعبانة والأعصاب تعبانة، بعد عني وراجع لي. ولهفة الرجوع بقى ولهفة الشوق، ربنا يكفيكم شرها. ولذلك يقول لك اوعى تدي وعد وانت سعيد قوي، او تاخد قرار وانت منفعل قوي، لان غالبا هتندم عليه. فانت سعيد قوي او انت سعيد قوي مبسوطه قوي، عايزه بقى ان انت ترضيه ورجع لك، والكام يوم اللي عدوا كانوا حزن ودموع والم ونار، وخلاص احنا رجعنا لبعض. هو بقى عارف كده، ما هو يعني بيبقى شاب خبره، انت مش اول ضحيه بيتعامل معاها. تعالي نجرب بقى، نجرب بقى، ايه هتقولي لا ابعد تاني؟ هي كده. ومن هنا يبدا ان هو يستغلك انت كأنثى، ماديا نفسيا عاطفيا جسديا ايا كان. الشاب ده بيكون مش ناوي على جد معاكي، او بيكون كل اللي عايزه منك يعني فترة مؤقتة لا اكثر او اقل. طيب بقى المهم، هل اي شاب يطلب مني طلب زي ده ويعمل معايا حركة زي دي يبقى شاب خبيث؟ لا، اللي عنده إلحاح وإصرار على كده. يعني أنا ممكن بحب واحدة بجد، فحصل لي شعور معين وأنا بتكلم معاها، فقلت لها أنا عايز أشوفك ونقعد لوحدنا. هي قالت لي لا ومش هينفع، خلاص ما عدتهاش أنا تاني، خلاص احترمت رأيها وما كررتش أنا تاني. عادي أنا بحبها بس حسيت إن أنا عايز أقعد معاها، غريزة طبيعية. ولكن إن أنا كل ما أكلمها لا لازم نقعد وهزعل منك وهبعد عنك وانا محتاج وضروري، اعرف ان في حاجة غلط. الالحاح والتكرار والاصرار هو ده اللي يعرفك ان الشاب اللي انت مرتبطة بيه ده شاب مش ناوي معاكي على جد. لو انت بنوتة بنت او انثى عايزة جد يبقى ده ما ينفعكيش، ابعدي عنه. عايزة تهزري وتعيشي وتقضي وقت ممتع انت كمان، خلاص هو ده النص التاني بتاعك، وتقدروا ان انتوا تسعدوا نفسكم بنفسكم بالطريقة اللي انت عايزاها. كل واحد وليه وجهة نظره. انما احنا في حلقة النهاردة بنتكلم عن البنت اللي هي بتدور على حب حقيقي، زواج، استقرار، عشرة، خلفة، أسرة، الكلام ده كله. اكتبوا لي رأيكم في الحلقة دي. كل الشباب لازم تخلي بالها من السياسة المنمقة المعسولة الجميلة دي عشان ما تندميش بعد كده. الانستجرام، الفيسبوك، قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته للفضفضة أو الكورة، كل الروابط دي في وصف الفيديو وفي التعليق اللي هو الأول أو التعليق المثبت. بنعمل لايفات باستمرار يا جماعة على الانستجرام والفيسبوك، يا ريت تشتركوا كمان. وأي حد تاني على الفيسبوك محمد أبو زيد غير محمد أبو زيد نصاب بلوك، تتواصلوش معاه. صفحتنا الوحيدة محمد أبو زيد، وبنعمل كمان عليها لايفات عشان تتأكدوا. وإلى اللقاء.